بهذه الأهازيج في الجولة المحتل انطلق مهرجان الجلاء العظيم بعد أن اجتمع أبناءه بمشاركة وفود من الداخل الفلسطيني في قرية مسعدة رافعين أعلام الوطن لإحياء هذه المناسبة التي تخلد أمجاد الثائرين بوجه الاستعمار. وفرنسا نالت الحز ونيسان ياه يا العطايا وإعلامهم بالنيران بها تكز سوريا عروس الفتايا خسل قال ما تنعز سوريا عروس الفتايا خيرها عدونا بعنز هذا العيد هو نحن بدينا أهلنا كبار المحاربين القدامى اللي استقلوا واللي عملوا لنا وطن نعتز فيه نحن بجولين على هذا مشين والنصر قريب إن شاء الله. رسائل متعددة وجهها أبناء الجولان تؤكد على عروبة هذه الأرض وانتمائها للوطن الأم سوريا وثقتهم بالجيش العربي السوري ورفضهم لكل مشاريع التقسيم التي يحاول الإرهابيين تحقيقها كمستعمرين الجدد. طالب جيشنا العربي السوري بمزيد المزيد من الحسم العسكري في كافة الميادين حتى يتم اقتلاع الإرهاب عن طرف بلدنا سوريا. أهدي تحياتنا إلى الأبطال إلى الشهداء إلى الجيش العربي السوري وإلى الخالدين مثل سلطان بشار أطرش ويوسف العظمة وإبراهيم هنان وإسعد كنج أبو طالع قائد الثورة في إقليم البلا. تضحيات جسام سجلها التاريخ لأبناء الجولان منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورة التي قادها سلطان باشا الأطرش، فقد كانت صفوح الحرمون منبعا للثوار وسد منيعا بوجه المستعمرين. بعيد الجلاء استلم الموج الشاطئ ورفعت بيارق النصر وكتب التاريخ بدماء الأحرار لتحيا سوريا. أن أتكلم السورية عماد المرعي الجولان كواحد